لم تعد هذه القرية كما كان اسمها قرية السعادة، فقد سرقت منها ميليشيا الانقلاب كل فرحة وزرعت في طرقاتها الألم والجوع والألغام. قرية الشقب الواقعة في مديرية صبر الموادم جنوب شرق مدينة تعز تعيش وضعاً كارثياً منذ اجتياح الميليشيا لها في ديسمبر 2015. تؤكد التقارير الحقوقية أن نصف سكان القرية يعيشون تحت خط الفقر، بينما تعاني أكثر من 700 أسرة من انعدام الأمن الغذائي. وقد تسببت الحرب بإصابة حركة السكان في هذه القرية بالإعاقة الدائمة نتيجة الألغام التي زرعتها الميليشيا، كما يقول تقرير حديث صدر من تعز. التقرير الذي أصدرته منظمة رصد وثق نزوح أكثر من 900 أسرة عادت بعضها إلى القرية بسبب عدم قدرتها على تحمل أعباء النزوح والتنقل. ورصد التقرير تدمير 66 منزل ونهب 19 منزلا وتضرر 200 مزرعة. خلف القصف حسب تقرير رصد 18 حالة قتل بين المدنيين، منها 4 نساء و3 أطفال. ويوضح التقرير عدم تلقي القرية أي مساعدات غذائية سوى مرتين خلال عامين. ويعيش أبناء الشقب الذين قدر لهم البقاء ظروفا مليئة بتهديد الموت المجاني في ظل انقطاع الكهرباء وتوقف المرفق الصحي الوحيد عن العمل، كما تفيد منظمة رصد. الشقب واحدة من قرى ريف تعز المحررة التي تعاني من تجاهل العالم لمعاناتها، وقدر لها أن تظل تحت قصف الميليشيا ورهينة ألغامها التي تنفجر بلا ميعاد.